والجمهوريه كمان قالت ان قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحه 3 ايام من التدريبات للاحتفال بالتاهل لدور الثمانيه والتقاط الانفاس والحصول على بعض الراحه، ومن المقرر ان يعود الفريق للتدريبات صباح بعد غد الاربعاء من اجل الاستعداد لمواجهه نادي الزمالك يوم 30 مارس الجاري المؤجله طبعا من الاسبوع 17 من الدوري الممتاز. ومن المقرر ان يشارك هشام محمد في التدريبات الجماعيه للفريق يوم الاربعاء بعدما تعافى اللاعب من الاصابه بالالتهابات في اوتار السمانه والخلفيه ولحرمته من التدريبات الجماعيه مؤخرا. ياتي هذا في الوقت الذي رفض فيه الجهاز الفني للفريق بقياده الاوروغوياني مارتين لاسارتي الحصول على الراحه وصواب اللاعبين، وفضل البدء في مشاهدة مباريات لفريق نادي الزمالك من أجل دراستها للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المواجهة. وبالفعل حصل لاسارتي على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهة نادي الزمالك المحلية والأفريقية، وعكف على دراسة طريقة اللعب اللي بيعتمد عليها نادي الزمالك من أجل شرح كل هذه الأمور للاعبين مع عودتهم للتدريبات.